نعم برضو بنبارك لكل عشاق هلال التبلدي، هلال الأبيض فوزوا برضو ذهابا وإيابا وتأهلوا لي ال 32 في البطوله الكونفدراليه. لا بدايه ممتازه جدا جدا، يعني هم اول ظهور وفوز ذهاب واياب، يعني الفرق السودانيه الاثنين قدموا اداء ممتاز وفوزوا ذهاب واياب. يبدو طوالي مفروض استعداد سانجا بلندي، فريق متمرس جدا، فريق الكنغولي واجه الهلال في دور ال 16 قبل عامين، يعني هم القرعة كانت رحيمه بهم جدا في 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 البدايه. سان ميشيل فريق سيشل فريق هاوي، يعني حتى اللعيبه عندهم اشغال اخرى غير كرة القدم، يعني فريق ما محترف، يعني فريق حديث، فكانت فرصة ممتازة بداية وهم استغلوها أفضل استغلال وفازوا ذهاب وإياب. لكن أنت خلاص بعد هتواجه فريق قوي جدا سانجا بلندي، لابد الاستعداد بشكل كبير جدا وتنسى النتيجة دي نهائيا، خش المعمعة هم عندهم لعيبة ممتازين جدا، خلاص ينسوا النتيجة دي خارج الأرض، خارج تفكيرهم نهائيا، والتفكير